وللمزيد ينضم إلينا عبر السكايب الخبير القانوني والدستوري والناشط السياسي الدكتور عادل يمين. مساء الخير دكتور. مساء النور. دكتور، يعني الرئيس عون يقول بمحرفيته أقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية، فتكون القدرة على الإنجاز هي المعيار في اختيار الوزراء. كيف يمكن ترجمة طرح الرئيس عون، وإلى مدى يكتسب أهمية هذا الطرح في ظل الظرف الذي نعيشه ونمر به؟ في الواقع شكلت مبادرة فخامة الرئيس ميشيل عون مخرج ملائم لجميع الأطراف، وأتت مطابقة تماما لأحكام الدستور والميثاق على السواء، لأنه الدستور لا يخصص أي حقيبة لأي طائفة، كما لا يحجب أي حقيبة عن أي طائفة. وبالتالي من منطلق المبادرة اللي تقدم فيها الرئيس عون، هناك يمكن القول معادلتين. المعادلة الأولى أن على رئيس الحكومة المكلف أن يتشاور مع الكتل النيابية، باعتبار أن الكتل النيابية هي التي تمنح الثقة للحكومة، وهذا الأمر يمنع استفراد فريق بشكل مضمر أو ظاهر في عملية تأليف الحكومة. كما أن المعادلة الثانية التي رسمها فخامة الرئيس بأن تكون الحقائب السيادية كما يقضي الدستور فيما خص جميع الحقائب متاحة لجميع الطوائف، وبذلك تكون هذه الوزارة أو تلك متاحة لهذه الطائفة أو تلك، وهذا المخرج يؤمن أن تكون حقيبة المال لأي طائفة كانت، سواء للطائفة الشيعية أو للطائفة المارونية أو للطائفة السنية أو للطائفة الدرزية أو الأرمن أو أي طائفة من الطوائف اللبنانية. وهذا هو الموقف الدستوري، كما أنه المخرج السياسي الذي يؤمن الحل على قاعدة أن لا يشعر أي فريق بأنه مستهدف أو معرض للعزل من جهة، كما لا يشعر أي فريق بأن أحدا يملي عليه شروطا معينة. دكتور يمين، إذا بتسمح لي سؤال آخر قبل ما أختم معك، حول ما قاله رئيس الجمهورية عن أننا ذاهبون إلى جهنم، حيث كان عم بيشير إلى أنه في حال لم تتشكل الحكومة وتم إجهاض المبادرة الفرنسية فنحن إذا نذهب إلى جهنم، ذاهبون إلى جهنم. كيف بتشوف كيف تم تحوير وتحريف واجتزاء كلمة رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل وحتى بعض الإعلاميين مع الأسف؟ يعني كيف بتشوف هذا الأمر؟ وطبعا يعني فخامة الرئيس كان واضح ماذا يقصد. يعني رئيس الجمهورية بوصفه رئيس للدولة ويسهر على احترام الدستور واستقلال البلاد، وطبعا هو بطبيعة الحال يسهر على مصالح العليا للدولة، من واجبه أن يدق ناقوس الخطر وأن يضع جميع الأفرقاء أمام مسؤولياتهم. وكلنا يعلم أن التأخير في تأليف الحكومة أو تعثر تأليف الحكومة وبالتالي إجهاض المبادرة الفرنسية سيعرض لبنان لمخاطر جمة. بيكفي بهالمجال أستاذ جريس نذكر أنه صندوق النقد الدولي لن تفتح أبوابه أمام إقراض لبنان في حال لم تؤلف حكومة، كما أن مؤتمر ساد لن يعني تأتي الأموال الموعودة من مؤتمر سادر إذا لم تشكل حكومة، كما أنه مؤتمر داعمين لبنان اللي يفترض أنه ينعقد ب 15 تشرين الأول بباريس رح يتأخر في حال ما تشكلت الحكومة. فوق ذلك نحن أمام احتمال إذا ما تشكلت الحكومة وصار في شح بالوضع المالي أنه الدعم على الأدوية والسلع الأساسية يتوقف، وهذا الأمر في حال حصل رح يؤدي لغلاء كبير. كذلك في حال شعر العدو الإسرائيلي أنه مناعتنا الداخلية ضعيفة لا سمح الله، قد يؤدي ذلك إلى دفعه إلى تعريض لبنان إلى مخاطر أو إلى عدوان لا سمح الله. لذلك ما أعلنه الرئيس ميشيل عون من أن الفشل أو الإخفاق في تأليف حكومة بسرعة يعرض لبنان
إلى أبواب جهنم، فهو تعبير مجازي يقصد به أنه يشرع البلاد أي التأخير في تأليف الحكومة، حكومة المهمات، يشرع البلاد أمام مخاطر كبرى نحن في غنى عنها، كما أنه سيؤخر عملية إعادة البناء من جراء ما تهدم بإثر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، كما أن التأخير في تأليف الحكومة سيؤدي إلى تعثر مواكبة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان. وكل هذه التحديات التي تنتظر لبنان، وبالأخص على مستوى العمل على الإنقاذ الاقتصادي والمالي والنقدي، سيتعثر. لذلك أعلن الرئيس ميشيل عون بالفم الملآن وبصراحته المعهودة أن لبنان أمام مخاطر حقيقية في حال لم يعي جميع الأفرقاء مسؤولياتهم ويضع جانبا الحساسيات والصغائر أمام مصلحة لبنان العليا، لأن الجميع مدعوون أمام وقفة ضمير من أجل تسهيل عملية تأليف الحكومة، فلا يتعنت هذا الفريق ولا يحاول فريق آخر تصفية الحسابات، ولا يستقوي فريق بالخارج ولا تحالفات داخلية، بل يعمل الجميع بالتوازن وبالميثاق وبالدستور من أجل مصلحة لبنان العليا. شكرا لك الدكتور عادل يمين على كل، ليست المرة الأولى التي يتم فيها اجتزاء وتحوير كلام فخامة الرئيس من قبل يعني غايات في نفوذ باتت معروفة. شكرا لك الدكتور عادل يمين على هذه المداخلة.